السلام عليكم، صحيتكم؟ ويلاه معايا في زيارة خفيفة عند فاطمة. السلام عليكم، راني طالعة في لاسانسور عند جارتي حبيبتي واختي المغربية الفاسية فاطمة. هذه عشرة زمان، يعني عشرة قديمة وانا نعرفهم اللي كانوا صغار ولادنا حتى اللي كبروا. ديت في يدي واحد الصوالة هكذا عفايس بنش يعني الفال، وكما راكم تشوفوا جو مسوي ابيي اون كلاسيك فيست اي بونطالون كلاسيك مع لوزا. نحب انا بزاف لوزا مع اون كوافور سامبل، ربطت شعري ودرت مكياج ديسكري. قولوا لي واش رايكم في اللبس، اسكو عجبكم ولا لا البنات؟ خلوا لي في التعاليق. ويلاه معنا عند فاطمه جار. كما راكم تشوفوا يا البنات، راني نقرا ونشوف في لي كاتالوج تاع طياب، راني في الصالون تاع فاطمه، راهي في الكوزينه طيب في الفقاس. اليوم حنكتشفوا، انا ما نعرفوش، هو مغرب يعني، وهذا لو غاتو تاعهم تراديسيونيل وراح ندوقوه. فوالا، وراني نشوف في لي كاتالوج تاع طياب، وحتى اللي تجي فاطمه راهي طيب في الشيطان. يلاه نتبعوا. طيب راني نسجل، قلت لك انا معليش، قلت لي بلي صوفيين من الغردايه. انا ما عرفتش واش غردايه، انت قلت لي كاين غردايه. اي كاين غردايه، انا ما عرفتش. فيها صوفيين؟ قلت لك لي هذيك واحد الضريح مكتوب عليه الصوفي، انا ما عقلتش. قالت لي واش ولي عمرك؟ هذا نرجع لك الخطا. يا خي، مي الصوفيين عندنا في الغردايه. لا لا، الصوفيين بزاف كاينين في الجزائر، وحتى تما جايين، واصلهم جاي قلت لك من سوريا. ايه مليح هذا الكتاب تاع طياب، اديه معاك راه هكا كي كاش منها. ميرسي، صحيتك، سي جونتي. اديه، ها هو عندي اخرين بحال هذاك. ما تحتاجيهمش انت؟ ما كان ما عنديش الوقت في الوقت في بعض المره اللي كديرهم. صار شي واحد مشان بيان شعري وخلي لي نقيبها. لا تبطي شعرك، نحط داك الشيء ونجمع شعري ندير شويه ديال المكياج ان شاء الله. من بعد نديرو فيها دردشه قصيره خفيفه ظريفه نحكيو فيها شويه. ها ان شاء الله، هيا خلو فاطمه تجمع شعرها وتمكي شويه. ها لا 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 تنكيت. رانا في دار جارتي حبيبتي واختي فاطمة. صحة عيدك انت كذلك، عيدك مبارك مسعود. الجزائر المغرب خوا 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 خوا، الحمد لله. ناس فاس خيار ناس ما شاء الله، بارك الله فيك. عمرها دار كما حنا نقولوا عندنا ما شاء الله، بنت فاميليا مرا ما شاء الله. نعرف سنتينا، بارك الله فيك، سنتي بنت فاميليا ما عندي ما نقول. من بكري نعرف عشرة قديمة وفيها البنية وعاقلة ولبس عليها وتضحك وتقجم. سي تين فام بيل فيفونت، خدامة لبس عليها ما شاء الله. دونك راني عارفة، الحمد لله. مرحبا بك على راس والعين. الله يلا بصحتك. كنجبسي معاك حتى الوليدات، كنجبسي غير خطرة جاية وسام. والله حسن الناس كتجيبي وسام ان شاء الله. كي اليوم انت دار عندك بنتك قريب مع لاج مع ان شاء الله كش خطرة تجيبها. انتي تحت انتي راهي عندك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فوالا عندك عشاء جزائري، تقاليد جزائريه، وحتى هي تذوق تقاليد فاسيه مغربيه. شوفوا هي حتى هي دارت لي لو غاتو، شوفوا ما شاء الله. مازال لو غاتو تاعك راه جاي. هذا وهذا ريش بوند، اسمه ريش بوند. ريش بوند ناس فاسيه. هاي هذيك نواد كوكو، وهذا كعب غزال. كعب غزال فوالا، هادو لي توشيتهم في يدي كامل ناكلهم ناكلهم صح. هذا نجيب القاص وش نقول لكم بنه
يعني فن ما شاء الله. هذا دقته يذوب في الفم بسم الله. إذا كنتي جبتيه هذا انت خدمتيه ماشي فاس تاع فاس تاع فاس. وانا اللي جبت لك جاتو الشوكولا. وانا جبت لك العرايش لا تشارك باردون تشارك معروف جزائري جزائري وجزائرية فوالا. وهذه تاع الفرشيطة معروفة كامل الجزائريين يعرفوها وعادي يعني حاجة سهلة. ماشي نجيب ماشي نجيب الفقاس. راح تجيب الفقاس يعرفوه الناس فاس فقاس معروف. تجيب لنا فاطمة قلت لها ما تشقيش روحك قالت لي فوالا ما كاش مشكل دوك الحق تاع ربي يعني فرحت بيا و حتى انا لازم نفرح بيها. راح تجيب لنا الفقاس والجزائريات اللي ما يعرفوش الفقاس راح تكتشفوه معايا ان شاء الله. بعد رمضان فوبا تاكلوا بزاف الكاطو سينو تسمعنو دونك يكون فيها تري اتونسيون لو ريجيم اليمونتير. فوبا الواحد يدخل كان على سكر 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 بزاف لي كاطو سكري ترافي ديابيت ترافي بزاف صوالح دونك يكون انسان يكون عنده شوية يعني يوزن بالميزان ماشي يطيح على الكاطو ديك لي المولودية فوالا. هادشي مغربي يعطيك الصحة فاطمة. لاتاي هايل نولي نجي غير على جلاتاي. ما عرفتش علاش لاتاي لي نطيبو انا ما يجيش كيما تاع فاطمة جو سي با. الله يسلمك قالت لي بالصحة والراحة شتو يعني كي نجي لعندها نحس روحي راني عند ختي ولا فاميت يعني ماشي برانية يعني كيما قلت لكم عشرة قديمة ومعرفة الخير انسانة ما شاء الله. غدوة فاطمة تخدم وراي توجد في لو كاتو باش تقسم تاع لي كوليك تاعها عندها لي كوليك دو طرافاي تدي لهم لو كاتو هاك حتى انت نعطي لك شويه دونك قلت لها لا لا ما تشقيش روحك تحلف قالت لي لا لا لازم دونك الفقاس انا شقات فاطمه وتتعب وتخدم يعني على الاكستيريور وعلى الانتيريور كيما قلت لكم اون اوتر فيديو واحد الخطره قلت لكم بلي انا نحيي اي جو تير شابو ا توت توت لي دام كي ترافاي ا ليكستيريور وربات البيت وربات الاسره واللي عندهم مسؤوليات كبيره. هذا هو الفقاس ذوقوا الفقاس شوفوا الفقاس من اصله منين مغربي مغرب. فاس مغربي فوالا هي من مدينه فاس شوفوا باش واش درتي له كامل فاطمه اللوز لي زاموند الجلجلان دوقي كولي حيت عاد خرجتو من الفران سخون صافا مليح عطيك صحة عيدكم تعيدو تزيدو بالهنا والصحة والبركة إن شاء الله وتعد علينا وعليكم إن شاء الله العام الجاي بدون كورونا ربي حدينا هاد الوباء يا آمين يا ربي بدو يديكم السماء قولوا معنا آمين آمين والله غير هايل والله ذوق مميز عنده واحد لوغو سبيسيال مع الاول كان طري 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 ودوكا شغل المراحة العجينة المطرحة ما شاء الله. تحية لكل ناس المغرب المغاربة كاملين تحية الجزائر والجزائريين كاملين راكم تشوفوا الجزائر المغرب خاوة خاوة الحمد لله الخاوة متخاوة بيناتنا حتى مشكلة السياسة نخلوها بعيدة البوليتيك نخلو بيناتهم بيناتهم يتاكلوا حنا مسلمين عرب بيناتنا غير الخير
ابخي بوليتيك نخلوه بعيد فوالا فوالا شنو كان بيناتنا غير الخير وصحة عيدكم كاملين انتم وليداتكم كامل الاهل والعائلات راكم تشوفوا احنا رانا في الغربه و نقول جميع اللي فقدوا مواليهم الاب او الام اليتامى الله يرحمهم الله يرحم جميع الموتى امين يا رب العالمين اللي كانوا يعيدوا معاهم ودوكا يا امك كاين فراغ مازال ما نسيتش مويتي كانت صغيره معنا الله يرحمك مويتي وين عينك مش فعلها جيت اون فوا شفتها وقصرت معاها حكيت معاها انسانه ظريفه بزاف انسانه طيبه هي الدنيا الله يرحمها الله يرحمها هذه هي دونك الغربه كانت هي اللي دير انا كانت هي دير كل شيء دير الرغيفات دير غريبه البهله ديرها ما درتش عاد ديك غريبه البهله ما درتهاش نتوما تشدوا لا ما تشدوا لا ما عليها بقات غير تقاليد بقاو تمشوا شغل وراثي بقى وراثي من الام من الجده للام اللي كان ضروري العادات والتقاليد ديالنا ما نخليوهم هذا تاع الفرشيطه اللي ما كانت ديرو ملي كنت صغيره فتحت عينيا يما ديره لنا دونك لو كان ما نديرش هذا الكاطو تاع الفرشيطه ما نحش العيد سبحان الله ويما الحمد لله ربي يطول في عمرها ويخلي لها صحه ليها وتهلاي فيها راهي شويه تعبانه ملي كتخطى الام نتمنى انكم كامل تطبوا لي ما بالشفاء يعني راهي شويه عندها فقط حساسيه يعني امتي بروبليم دو سونتي ان سوسي سونتي ان شاء الله طلبوا ربي يشافيها امين يا رب العالمين ويشافي جميع الناس اللي يعانوا ربما وربي يخفف وربي ان شاء الله ينزل الشفاء يا رب العالمين ويخلي لكم واديكم اللي راهم حيين وان شاء الله تتهلاو فيهم ما غير تكونوا بعاد ما تنساوش الوالدين الا بغى ان كون لو كونتاكت ان كو دو فيل سي تري امبورطون لي بارون حنا كيكونوا راهم معانا الا بعاد علينا ويكونوا حيين الانسان يغفل بصح نهار اللي يغيبوا نتاع الصح هذيك الندامه ما ندما ساسيان ما تقدروش تعاودوا ترجعوهم ولا يبقاو غير لي سوفوني غير ذكريات والانسان يبقى غير يقول اه لو كان درت هاك ولو كان درت هاك لو كان درت هاك ولو كان درت هاك دوك نو تهلاو بزاف لوالديكم والوالدين هما الركيزه هما الاساس هما الساس هما كلش ولي لتاب والديه وتهلا فيهم يدي دعوة الخير ورضا الوالدين هم الصح ضيفة اه تعيش زيدي لا تيما فشكار لا لا فوالا دونك الوالدين سي امبورطون واللي راهم يدوا لوالديهم ديال العجزه نقولهم الله يهديكم الله يستر وخلاص صوتها بقى في مونتي وبين هزهم فوق راسي صح شفت كيفاش كنتي جبتي يماك جبتيها وكلشي كنت مهلي في المنت شفت شفت ما نخليش امي تمشي لدار العجزه ابدا بعيد الشر بعيد الشر الوالدين هما كلش هما الصح هما دعاوي الخير كيما دير يماك وكيما دير باباك كيما دير يماك كيما دير باباك ولادك يديروا لك سي دو لا ميم فاصون لا ميم شازون لا ميم فاصون كما تدير تودان هذه هي انا كي نهضر مع يما وبابا كي نعيط لهم ولا ما نعيط لهمش يخافوا عليا ولا شي حاجه يعيطوا لي ساكن هنا في باريس ها لا لا ماشي في باريس كانوا زمان كرابك اللي كانوا عايشين في فرنسا ما دخلوا ديفينيتيفمون الجزائر اه وي دخلوا الجزائر كانوا عايشين في مونت لا جولي 78 وسنا كامل في مونت دخلوا ديفينيتيف دخلنا ديفينيتيف ومن بعد عاودنا كبرنا في البلاد قرينا كلش عندنا جنسيه عندنا جنسيه فرنسيه تاهما عندهم شكون وليدي ماشي حابين يديروا ما عندهم حاجه فيها و شفت كنت من الجنسي كي عيطوا لي في التليفون انا عيط لهم نحس بواحد الراحه نفسيه باوي سي نورمال ولا كنت مسوسه ولا عندي مشاكل ولا ندير كلش دو كوتي والدي يا طبيب النفساني سيكولوج والدي والله غير سيكولوج نحس بالراحه سبحان الله ينشرح صدري ينشرح باوي فرحه كتجي فرحه وكيتهنى البال عليهم تطمئني زعما مزيان الحمد لله هكاك انا كنت مع عمتي من نشوفها فرحانه معايا وداك الشيء كنفرح حتى انا كبيره انا كبيره باسكو انا شفت على حساب الناس ناس واحد اخرين اللي فقدوا والديهم ياك فقدوا يماهم الام نهضر على الام
يقول لك بلي الام الطفله الكبيره والاخت الكبيره تقدر يعني فيها ريحه الام يقولوها فيها في ريحه الام هما الخيات يشوفوا يبقاو يشوفوا اختهم الكبيره بحال بلاصتهم هما يبقاو وهي تبقى كامل تشوفهم ولكن ما كاينش بحال الوالده وصافي وام بليس انا بعيده عليهم ماشي معاهم ماشي معاهم عارفه الغربه صح الغربه مره ايوا هكذاك زعما بالي معاهم وكنتصلى فيهم خاص بارك الله راهم كلشي بديورهم كلشي الحمد لله الحمد لله ماشي عطالين عليا ولا الحمد لله ولا بالكم كي نكونوا في كانون واحد ونكونوا صغار ونترباو وي هذيك اللي صعيبه بصح من بعد كل واحد يتزوج ويدير دارو ومن بعد عقليه تتبدل فوالا كيتبدل واحد يهجر الغربه يتبدلوا بزاف صوالح دونك كاينين خوك ولا اختك تولي ما تعرفيش عقليتها تكونوا كبرتوا كيف كيف تعاشرتوا كلش تولي ما تعقليهاش ما لا اكزاكتومون يعني العقليه تتبدل كتبدل نيت ملي كيكبروا ويديروا ولادهم وداك الشيء في شكل كي صح صح كيبقاش داك الحنان كاين اللي ما يتلحلها وتلحل كامل الاخوه ينسى كامل الاخوه ما كيبقاش داك الحنان كيما كنا مجموعين على هذيك الاخ لازم ما ينساش اخته والاخت ما تنساش خوها ويكون الرابط العائلي وصله الرحم انا دائما نركز على صله الرحم لا وي عندك الحق سيرتو في الاعياد والمناسبات الانسان ما ينساش فرنسا ما بقاش كيما قبل ما بقاش كيما بكري وقت النيه والفخون بكري الفخون وي شكون عطيه كنتي وقت هذاك كنت انا في الفخون انا سبحان الله كي جيت لفرنسا كانوا غير كيما لحاو الفخون وداروا الاورو انا جيت مع الفخون انا ذاك العام اللي جيت فيه كانوا غير كيما لحاو الفخون وبدلوا العمله هذاك العام خلقت لي البنيته لين ولا الاورو ذاك العام خلقت لي في المدام الان ذاك العام شحال تعملها 19 مالا عندك عندي 19 سنه في فرنسا وجيت صغيره ثاني وهذاك الوقت و هذيك 19 سنه كان عاجبني انايا الفرون حسن وجه شويه الفرون كنا نوفروا شويه الفلوس لا دابا نورو سي شير نو الفرون سي ميو جو بونس با وي سي سا كي جي سي لي الفرون سي تي ميو دوكا الغلا تبدلت فرنسا زيد السكر بغيتي السكر انا السوس انا بارك عليا في السكر كي عارفه ديالك ربي يشافي ان شاء الله خدي الصابلي لا تصابلي انت طيبتيه شحال هادي ماشي هادي قبل رمضان دوكا نديرو واحد لعبه نلعبو نصاوب دوكا انايا وفاطمه رانا رايحين اون با جوي ان جو انا نبوزي لها اون كيستيون ما تكونش هي في البال ولا سمع عليها مضطره اللي اوبليجي تريبوندي وهي تاني وهي تاني تحط من بعد تبوزي لي اون كيستيون اللي تطرح عليها سؤال انا ما يكونش عندي في البال ومضطره انا و جو سوي اوبليجي باش نجاوبها السؤال دونك شكون يبدا فاطمه يا فاطمه واش دير راحك دونك راح نطرح لها سؤال فاطمه لازم تجاوبي مستعدة؟ سا ديبون السؤال من هو الانسان اللي غالي وعزيز عليك بزاف بزاف والديا في زوج امي وابي ما تقدريش تقولي يماك ولا باباك يعني في زوج لازم للزوج ما كاش يما عزيز عليا ولا بابا عزيز عليا الاب والام الوالدين انا بزوج عزاز عليا واشنو هو امي ما صافي با لونطون وهي معايا ما العافيه ديالها عندي في القلب ما نقدرش ننساها بمسك الله يرحمه ما صافي لونطون ما نسيتوش حتى ملي كان شي فاكونس كنمشي نرحم عليه اصلا ما يتنساش ضروري ما كيتنساوش مي المهم انا بجوج بجوج ما عزاز عليا بجوج الله يرحمهم دونك اعز واغلى ناس عندك
هما الوالدين، هما الوالدين الله يرحمهم ان شاء الله راهم في ربي يسكنهم في صحه جيده ويغفر جميع الموتى ان شاء الله، واللي مات والديهم ربي يرحمهم، واللي عايشين والديهم كلهم تهلاو بزاف لوالديكم وديروا من فوق راسكم تدوا دعوه الخير وربا الوالدين ديالهم هو اللي راه واقف معانا على بعدا كنظن رضا ديالهم دعوه الخير الحمد لله ما خصني خير وين ما تروحي تفتح بيبان خير زادتهم والله ما خصني خير ربي يسهل لك ونربي ونشكرو والله دعوه الخير صح. دوكا جا دورك باش تبوزي لي لا كيستيون تقدري تخمي يعني اون نيمبورت كيل كيستيون جو بو تي بوز تو تي ريبوندرا كاش مشكل انتي ليندا يعني اسكو تو روغريت دو روفينير ايسي زعما واش عجبك تبقاي في البلاد ولا زعما جيتي لهنا تدوزي حياتك وتجلسي واش مازال كتفكري تقولي نعيش في الجزائر تسمع سؤال صعيب نو سؤال وقعاتو بصح سؤال انا تخلي في النفسيه تاعي معناتها سؤال عجبني بزاف لخاطرش يلعب لي على النفسيه تاعي عشان انا سالته نفسي بالبزاف بين الجزائر وفرنسا انا كبرت في الجزائر وتعلمت نقرا القران والعربية وكبرت وكاين واحد البنة في البلاد ما كاش هنا مالغري كاين التاويل وكاين ديفلوبمون هاد البلاد يعني مديفلوبي في كلش بصح في الجزائر واحد البنة وكيفاش كبرنا وانا سمحت سماونا الجيل الذهبي الجيل الذهبي يعني واحد الزمن جميل جميل زمن جميل لسه كل وقت احنا زمن جميل زمن جميل واحد البنا واحد الذكريات واحد البركه عندي داكشي كاع في المغرب ديالي من كنت صغيره في كامل المغرب كامل كيف جوزنا والبركه والنيه نسي والنيه النيه اللي معاوناني بصح تبدلت في البلاد بزمان ودوكا سي با لا ميم شوز سي با هنايا عندك لي روا داكشي حسيت فوالا واش قلتي لي السؤال اسكو راني نادمه على واش زعما ما كتقوليش لا كنت في الجزائر حسلي ولا وي في الصح قطعت نقول علاش ما رانيش مع بابا وما بيسك راهم وحدهم ولو كان جيت زعما راني معاهم بصح في الحقيقه لو كان تشوفي كيفاش النظام وعلى حسب النظام وعلى حسب بزاف صوالح يعني لي دغوا لي دغوا فوالا لي دغوا لي دغوا حنا ما عندناش لي دغوا لي دغوا زعما لو كان جاي واحد يدي صح عندك حق تضربي على حقك تديه صح دوكا مازال كاين الرشوه فوالا هادشي تما اللي مخصني النفاق اللي محيرني في المغرب ما تقدريش تعيشي الحاجه اللي كانت الرشوه كنت موانا بعصا قلت راكم ما تشراو ياه لا 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 عادي دونك في كل بلاد كاين صح ما هنايا من تحت لتحت ما تقولوش زعما لا هنا ما كاينش الراسيزم مالي راسيزم دابا مابقاوش يحملونا العرب مابقاوش يحملونا الاول روحي لا بوالا روحتيهم انا ما على باليش كاع من الكبر هذا فوالا انا براسي ما على باليش ندير خدمتي نكون كوغاكت جمو ما راني ما ندخلش في لي ريليجيون تاعهم ولا نقول لكم نقول لهم انتم على دينكم ما يحملوش لا لا يعني ما يحملوش المسلمين فوالا ما كيحملوش ما يحبوش الاسلام احنا الاسلام في قلب تاعنا وما ما يقدروش علينا لانه احنا البذره هذه بذره كبرت فينا اكزاكتو دونك احنا مزرعين بالايمان دونك انا ما نجبتش على كي وليت ولو كان ليا باش نعيش في البلاد افيك بليزير مرسي نحب في الحقيقه يعني هنايا الوقت يجري جري يجري الوقت يجري عصر السرعه ولا تجري تحسيلو في البلاد تعيشي يعني تلقاي فاكونس شهر تحس بي عشتي عام عام يعني طويل الوقت وتحسي هذيك ما كتبقاش لو كان يجي صاحبي في فرنسا والجزائر نختار نعيش في الجزائر لا فيغيتي الحقيقه ما هو سي كيما قلتي يكون لي دغوا يكون داكشي كوريكت نعيش في المغرب لا في الطبيعه الجو داكشي ولا في صح تقاليد ولا كلش الصباح ديال الجيل العربي كان ليا نختار نعيش في الجزائر مو هو سي لا فيغيتي يعني الجزائر بلادي سي فغي ما سي لا رياليتي و زيدي سؤال واحد اخر انا اسالك اسئله نسي صح السؤال الاول جاك مليح على الوالدين اسكو كاين حوايج في حياتك راكي لما تولي بك الزمن الى الوراء اسكو راكي نادمه على حوايج ما درتيهمش في حياتك
لو كان جاي يولي بك زمان اللور تديريهم عندك رايج خلني عندك ما الزمن اللي يولي بك اللور ذكريات الماضي لو كان تعاودي تولي هذيك لا جون في راكي في المغرب وبالك 16 سنه 17 وراكي تكوني في روحك وكاين صوالح في حياتك دوكا على دوك كنتي قادره ديريهم وكي تقولي في مخك يعني في دلاله نفسك لو كان راني رجع بيا الزمن للوراء راني درت هاك ودرت هاك ودرت هاك ودرت هاك حاجه وحيده ما كملتش قرايتي نسيتو الحمد لله واخا دابا الناس واخا دابا خدامه الحمد لله ما وين واصله انت في القرايه سبت اون قريت سبع سنين صح ليش ما كملتيش ما كملتش انا عرفتي حنا كانت عندنا واحد العاده باش يدير الله يرحمه الله يرحمه كان يكون الماما ولا البابا زعما البنت كتعرف تقرا وداك الشيء صافي الولد يبقى يزيد يقرا اختي بقات حقو كان اختي زيد عليا بقات وتوظفات كانت استاذه وداك الشيء واحد وزهره انا الكبيره صافي جلست في الدار نتعلم الله يرحمه قال لي تعلمي الكوزينه تعلمي هذا تعلمت ومن بعد تعلمت الطاز الفاسي كاس كان طرز كنعرفيه طرز الفاسي دوك النيدلاس راهم بياوي هادو انت طرزتيهم شوفوا فاطمه واش تعلمت طرز هادشي في لاجونيس ملي كنت صغيره هادي شحال عندها ملي طرزتيها هادا حنا كنديروهم من الاول هادي طرزتهم العرسي زعما راه عندي لي زعما ماشينا هادي بالماشينا لا باليد طرز الحساب كنحسبوه شوفوا ما شاء الله صافي بالحساب وكلش ها الوالده شحال عندها من عام هذي؟ او لا 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 بزاف شي 40 طون الله يبارك شوفوا هذا طريز تاع 40 فاطمه طريز طرز فاسي الناس فاسي عارفه طرز الحساب ماشي هكذا كبر بالحساب ما شاء الله كاين ديال الناموسيه تكايات من ديال الطبله عشت 40 عام اللي الناس اللي ندير بغيت ندير تبان جديده والله يعني محايده على الحاجه ما شاء الله سبحان الله يعني شوفي كيفاش بالحساب عندنا عاده طرزت لهذيك اختي الاخرين اللي كانوا على الصغار تاقاو اللي بغاو يزوجوا عاد تا ما دفعوا لهم تا ما طرزوا عندنا عاده ضروري العروسه تدي الطرز سينو ماشي وانا عرفت راه كان في البلاد ممسكينه بحالي علمتها على راسها وكانت لاباس عليها. قالت لي لا قالت لي ديهم معاك لبنتك وشوفي. قلت لها ماما خليهم هنايا في فاس كيف قالت لي لا دي معاك الطرز. وجبدت سيما دارت من فوق سداري في الليل قالت لي كنت كنجمع حوايجي كنجمع الشوانطي باش نرجع قلت لي غادي نمشي نركب نجي لهنايا قالت لي لا دي طرزك امي خليهم قالت لي لا لا هذه السنين هما هنايا ما عرفتش هذاك بحالي عرفت راسها. وفعلا جبته عرفت راسها راح من مور داك الشيء ماتت سمح لي بقات فيا قلت والو دي الطرز ديالك ايوا ولحت مني هكذا غادي الناس ودارت مني هكذا قالت لي والو دي الطرز وما ما ما هنا اللي زاروا باش الغطاو التكاكي والهدي ديال الطبله يحست والمنادل هاني جايك ما دخلت الشنطه الراس جبت غير هذا والمنادل وبقى سميتو الهزار والتكاكي ديال الناموسيه صيفطهم لي صيفطتهم لي فصال سبحان الله ايوا دابا راهم عندي مخبعين قالت لي عطيهم الفدوى بقاش دابا داك الشيء العوالات الفدوى عندها الخبر تهدو ان شاء الله الا وتهلا مسو ما قلتلكش هادو ما تعطيهم حتى لواحد ليك انتي عندها حنا فقده من الولد لحد دابا كون ما كان عندها كان عندها اختها ولا اختها غادي نطرزو لها اخر وحده في دابا ملي عندها غير فلوس تدي ليا ولي بلا ما طرز حنا عندنا عاده العروسه كيطرزو لها كيديرو لها الطرز ربي يطول ضروري ان شاء الله تاعي ميسيون اكومبلي راكم زعما الحمد لله واخا ما كملتش قرايتي الحمد لله ما كان ان شاء الله تزوجي لها ولادها وتفرحي وتشوفي ربي يخليك ربي يخليك ان شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله دابا واخا ما كملتش قرايتي الحمد لله ما خاصني خير خدامه الحمد لله كاين اللي قراو تعبوا وشقاو وتزوجوا ورجالاتهم قالوا لهم ما قعدوا في الدار انا اختي اللي ماتت مسكينه قرا سقطت الدبلوم ديالها داكشي ديال المحكمه ديال لي دغوا وفي قال لها ما تخدميش بقات ايوا هذه هي الدنيا صح
ماشي مليح يعني لازم المرأة قبل ما تتزوج تكون قرات وتعبت وشقات وكلش كي يجي الخطيب لازم تشوف معاه وتشرط له تشرط إذا كانت حبة وناوية تكمل قرايتها دير له شرط راني حابة نكمل قرايتي ماشي كاين رجال يوعدو نساهم يقول لهم فوالا كملوا قرايتكم ومن بعد كي يتزوج بها يخليها في الدار سي با بيان سي با جونتي هذا ما خلاهاش تخدم سيكا يمكن داكشي اللي اثر لها على راسها فوالا هو كان في الشركه كان كيربح مزيان كان تاولا دوك يخرجهم بالفلوس ابخي مفاهمه من بعد مسكينه ديك الشركه كملت وبقى ضغوطا قول شي خدم هنا قلت واش شفت كيما خليتنيش نخدم كون كان دابا انا خدامه بقات مسكينه كترد لقلبها ورجع هذاك المرض حسان لا لا هي الدنيا انا الحمد لله انا واخا جلست انا خدامه حتى في هذيك فلاكيس مزيانه المهم الحمد لله عايشه واخا ما والوحده اللي تتفاهم مع راجلها باش تحبس الخدمه وتكون مفاهمه بيناتهم هذيك بيناتهم صح اذا كان وعدها تكمل ومن بعد يحبسها نو نو انا كذا واحد يخلق واحد الشغل واحد ستريس واحد النوع تاع الاضطراب والله وداك الشيء المكتوب مكاتب ربي مكتب صح والله ماشي زعما هاي اختي كتب لها الله كملت قرايتها ولا تبارك الله الحمد لله مصطفى وانا سالتك السؤال دوك انت انا سالتك سالتك انا نحب الاسئله تفكر شويه دابا الله يخلي لك وليداتك يعني ما عندكش انت الفرق لا واه نفضل البنت على الاول حيت كاين اللي كيديروا لا ديفيرونس نفضل بنتي على ولدي ولا حيت عندي وحده بنتها وحده ولا الاولاد هما اللي غادي نلقى احنا عندنا واحد العادات في المغرب كاين اللي كيدير هذا الشيء يقول لك البنت غادي تزوج وتمشي الولد هو اللي غادي نلقاه ولكن كان داك الشيء زمان شحال هادي يعني انت عندك ولادك كيف كيف ما عندكش لا ديفيرونس هذيك تولي الصغري انا بكري كانوا يقولوا باللي زعما المازوزي هو اللي بلا كنت تضربوه بلا كنت تضربوه بلا اللي يدير يدو على المازوزي يخلصها غاليه والكبير مسكين كلشي يجي فوق راسه هو المسكين حتى اللي يطيح انت انت كبيره عيني انت كبيره انت ودي بالك راس الحاير هو الكبير ولا كبيره يعني ما يخلص انا نجرب نساء شفتي صح هذه كاينه الصغير ما توشوش الصغير كيتسمى صغير كيكون هو نشوش غادي بالصوت يخدم مع من عينه خلاص راح يشكي راح يجري يشكي ويسمعوا له ويسمعوا له راكم ضربتوه راكم درتوا له كيسمعوا غير الصغير الكبير ما يسمعوش انا كنت صغيره كنت مدلله شويه ماشي زعما كنت صغيره فيهم ماشي بزاف وصح كنت هكذا زعما كش ما يصاوليش جوست الكوني والله يعني ما يقبلوش عليا بصح انا كيما وليت ام وعندي ثلاثة دراري دوك جربت المازوزي الله يسلمك كيف كيف يعني الكبير راس الحايل الكبيرة هي اللي تشوف مسكينة هي المسؤولة حني عليها كوم لا لا الحلال يعني الحمد لله يعني ما سامر وكيجبدوها ما تبقاش تحكي والصغير هو اللي شيشو الصغير ما تضربوش مع راسي سلام باش عنده تبارك الله ما زوزي عنده خمسه كي سميتو يونس يونس يلاه الله يسلمك دونك هذه هي سؤال هايل صح انت صافي كبيره تاع الدار انا هي الصغيره تاع الدار بلاش بس تجلس زوين هي زوين انت كبيره تعرفي عشتي وجربتي وشفتي كبيرة وانت كبيرة انت بعقلك هذه هذا انت بعقلك ربي فاهمك انت شادة الهم تاع انت صبري واحد المسألة كانت صغيرة ظلمتي انا نصبر انت مولاة العقل كبير صغيرة بغات شي حاجة وسلمي لها عطيها انت اللي عندك عقلك كبير وانت اللي صح انا عندي اختي باسكو شفت اختي كبيرة وكانت كانت كل حاجة مسؤولة في كلش داكشي اللي كان هي في الكوزينة هي حتى الراية تراي يعني تمد رايها عندها الحق باش تعطي رايها فوالا تا هذيك كاينة تشاوري تشاوروا معاها فوالا والدي ونسقسيك انا دوكا سؤال انت في الحقيقة اجتماعية ولا انسانة تحبي يعني تجبدي روحك تحبي العزلة ولا انسانه اجتماعيه واش تختاري تختاري تكوني انسانه جد اجتماعيه وما يصاولكش مشاكل مع الناس ولا العزله بارفوا تتريق عليك يعني تعزلي روحك لما سا ديبان جو كان السؤال سا ديبان الناس الناس اللي كنشوفهم
كوريكت بحال نفسي وداكشي، عجبني نكون عندي معاهم علاقه، نحكي لهم ونحكيو لي زعما المشاكل وهادي، ولي نشوفهم انانيين غرسهم ولا ما يعني كنحس ولا هما ما يقولوش على حياتهم. انا ما يمكنليش ما نديش الثقه، كما هما ما يتيقوش فيا انا ما نثقش فيهم. رانا عرفتوك حنا في الغربه اي بحال هكذا صافي. الناس سالي بون الناس نبغي انايا نبغي نكون اجتماعيه، ولكن خصك معامل باش تسقطي فوالا. خافي ملي تكوني اجتماعيه تحي فشي مشكل، تي بوز بوكو كيسيون فوالا، يدخلوا لك في الخصوصيات فوالا. انت فهمتي من بعد كي داسروك بزاف صايي تا فيدي تو ساك فوالا، ابخي صايي يديروا بك يعرفوا مليح، يعرفوا حياتك مليح، يبداو يجبدوا لك فلانة قالت ولا دارت ولا لا دي لا في تو سا. دونك انتيا دير اتونسيون سا دي بون، تكوني اجتماعيه من يعرف معامل بصح تي في اتونسيون فوالا، دير اتونسيون من التجارب تاعك يعني جراتي عندك الحق. دونك تي تي في تي في باش ما طيحيش مشاكل عندك الحق. يعني خلو نقولوا باللي التجربه تعاون بزاف اكزاكتومون. التجربه تاعك الانسان قد ما يكبر ما يتعلم، بس ما يطيحش في الغلطات اللي طاح فيهم. اكزاكتومون هادشي اللي كنقولو. الناس واعرين، الناس هنا الناس واعرين تاع الخدمه، يحبوا يضحكوا على الناس ويحبوا يشوفوا الناس، يعرف الانسان كيفاش. الانسان ما يحكيش حياته الشخصيه، الناس براويه فوالا اكزاكتومون. نحكي بصح ما عرف واش نحكي، ما ندخلش في حاجه انتيم، حاجه بريفي، حاجه تري بيرسونيل. اي هذيك لا ماشي شغلي ماشي شغلي في داك الشيء. كاين حدود كما نقولوا، كاين حدود كاين حدود. هذه هي الانسان ما يصاوبوش ما يقولوش مشاكل. صح. انا اللي سالتك، انت اللي سالتك، انت اللي سالتك، انا اللي سالتك. يعني كيف تظهر لك في الدين؟ يعني في كتكوني زعما لكلف عليك مثلا طون ماري ولا عائلتك ديري الفولار وديري، واش يعجبك الحال ولا ما يعجبكش، ولا انت اللي ما كيفوش عليك ولا حنا في الجزائر ما كاش لي. يعني انا في دارنا ما عندناش هذيك يقول لك ديري خيمه بالسيف ولا تجري بالسيف، هذيك تولي اراده شخصيه. اوي شي لعبه لو كان الانسان يكلفني ولا يقول لي فوالا تي اوبليجي دو ميت لا فولار، تسمى ما رانيش نتحجب من ربي، راني نتحجب على العبد. تسمى لا ما تجيش من الايمان الداخلي، يعني ماشي من برايتي وماشي براحتي، خصك قلبك اللي انا نهار نحب ان شاء الله نتحجب، نتحجب هذيك تكون بالاراده تاعي وبالايمان تاعي. انا شي العوله على ان شاء الله نمشي للحج ان شاء الله، ديك الساعه ندير الدره ان شاء الله، نكبط لا غوتخيت ديالي ان شاء الله، ما بقاليش بزاف نكبط لا غوتخيت ان شاء الله، وندير الفولار ان شاء الله. ديك الساعه ما حتى واحد ما يتحكم فيا انا اللي بغيت، لازم انا عقلي هو من انا بعقلي وبتفكيري وسي موا كي ديسيد، لا سول ديسيزيون غادي على موا يما موا سول بيرسون ما دوا دو فوالا تا ريزون. قول لي برافو لا دابا لا راجلي لا حتى واحد ما يدخل لي. كاين اللي كيهزو عليهم نو ما نو، هما ماشي من الناس اللي مزيان. ابخي كيما نقول كاين اللي دايرين، كاين اللي يدير حجاب بصح ماشي هو بهاني كيديروها مره ما متبعينش دير هو هذاك. صح كاين حجابات شابين ستيل وموديل وشاطور والله، كاين بارفوا وين نشوف حجابات تاع تاك هذوك ستيل تاع اللي كيعجبوني دوك العواله ندير ان شاء الله. سيزو واش نديرو دابا ونمشي لحقاش الخدمه عندها ممنوع نديرو في الزنقه وندخل منين نوصل للباب ديال المكازان نزولو ما كتجيش. وهذيك تاع ندير الخيمه ربعة النحية انا ما في باليش هذا، لا هذيك الخيمه هذيك ديال هكا ما نديروش، انا يا نديرو ندير غير فولار هكا وصافي. انا ما نديروش النحية، انا يا نديرو ديريكت ماشي نلعب به فوالا عندك هوايه ونديرو ماشي حتى نديرو يعني قلبك وربي النهار اللي ان شاء الله ربي يهدينا.
ان شاء الله. مع ربي راه هادينا على كل حال الحمد لله، والايمان في القلب وكلش في القلب. وهذه هي ربي سبحانه، وبالصحه كي ديسيدي انا ديسيدي ان شاء الله. مي ما كرهتش باش يعني حاجه مليحه تبغي ديريها. بيان سور حاجه شابه عليها مليح، سي بيان ديال الحجاب سي جولي. انا غير الخدمه كنتسنى ان شاء الله راهي جايه ان شاء الله. ان شاء الله حجة واحد يروح يحج ان شاء الله. هذيك الامل هو هذاك ان شاء الله. في تعب ان شاء الله يطول العمر. امين امين ان شاء الله. سي بيان جيم بيان حتى الجلباب، نحب الجلباب والله. حتى انا في المغرب ما نحبش نغطيها. حتى في المغرب كنمشي ما كنخش كيما هنا بالسروال، كنخرج بالجلابه. انا نحب الجلباب، نحب الجلابه، هي نحب الجلباب. الجلباب 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 شنو الجلباب؟ النيكاب. لا لا ما بغيش لا لا ماشي هذاك اللي يغطي العين، ما بغيش داك اللي هكا ليغون. لا لا هذاك انا يعجبني. شوفوا ندير فولار عاديه ونلبس اللي بغيت، غير المهم ندير الفولار. بصح انا لو كان ندير جلباب وندخل في يعني نعني جيمي الفولار تاع الصحه، ما نروحش لي سال دو فيت، ما نروحش. لا سي نورمال غالي يعني سي نورمال. انا انت طرحتي لي السؤال دوكا راه فاطمة تحبي الدراهم؟ تحبي الدراهم؟ زاد كيلكان كي ام لارجون، فو تخوفي كو لارجون سي زعما حاجة إيسونسيال في الدنيا، ولا انت راكي مع الدراهم وسخ الدنيا، ولا غير باش يغلطوك؟ يعني الدراهم راه ضروريين في الدنيا هذه، واش رايك؟ نبغي الدراهم بعق جبيني وماشي ضروري. صحتي هي الاولى، وداكشي اللي كتب لي الله مقنع بيه باش ناخذ الدراهم بالحرام ولا هادي ابدا ولا نعشق الدراهم ديال وصف كما تنقولوا حنا وصف الدنيا. ماشي كيسقد كنهار اللي كنموتو حاجه ما كنديوها صح، والو كنديو طرف ديال التوبير وصافي. حتى اللي عنده الدراهم كيبقاو في البنكه، اللي كيبني العمارات كيبقاو. صح ما حد يحيا برا راسي ناكل نتكسى نمشي ان شاء الله للحج نصدق صدقه، راه ما كاينش ما احسن من الصدقه. وداك الشيء اللي كتب لي الله بارك عليا، ما خصنيش اكثر. اللي مكتبها لي الله داك هاد لابي دابا اللي عندي، ومن نشد الغرفه نعاود الغرفه ديالي بارك، ونعرف كيفاش نيسر الوي ولا هادي ولا هادي صافي. والله الملك الحمد عاقبه زينه ان شاء الله. ما نبغيش انا داك وسخ الدنيا، داك الشيء كله وسخ الدنيا. انا نقول باللي اللي عنده دراهم وكافي ربي يزيد له ان شاء الله. وشنو هو الدر اللي عندهم دراهم وصدقوا صدقه مليحه بيه بزاف. يعني الانسان يزكي من دراهمو باش يطهرهم باش يزيد له ربي البركه، يزيد ربي البركه. كاين شي ناس ولا غير عندهم دراهم وما يصدقوش، ما يحبوش، عندهم حساسيه ما يحبوش يمدوا دراهم. ولا كاين يقول لك انا نمد الماكله نمد الحوايج وما يمدوش الدراهم. دراهم كي تزكي من دراهمك على ربي دار الفطره هذا بزاف. ودراهم الحلال فوالا، دراهم الحلال يعني تزكوا من دراهمكم. نورمالمون واحد الانسان يقسم دراهمو ماشي كلش ليه، الدراهم يقسم لذاته ويصدق. ربي يحد لكم على وليداتكم، يحيد بزاف صوالح وطهروا ربي يغفر لكم، يغفر لنا ان شاء الله. انا لو كان الواحد يحب يصدق والله نحب نخرج من دراهم. حتى انا كنصدق. ورانا نشوف واحد العاده، واحد الظاهره على بالي راهي منتشره، كي بعيد الشر يعني الاب ولا الام، يعني الانسان اللي يكون هو الكبير والشايد عنده ورث الله يستر، ما تلقايهم السمي اللي تمات الله يرحمه وبالك مدفن مدفون مازال مسكين ماش من با ما فراهاش يفكروا في الورث. راهم ديجا ما راهمش يدعوا له بالرحمه لا خلا وخلا لا لا راهم بيناتهم كل واحد في راسو واش خلا له واش عطى له واش سيد ولا سيده مازال ما فهمتي. وهما راهم يتقاتلوا على الورث، هذه حاجه يعني ابغض يعني حاجه انا ما نحملهاش هاد القضيه هادي. ما كيفكرش داك اللي مات كيشوفو غير اللي خلا وشحال غادي شحال غادي تجيبو شحال الخوت بعضياتهم شغل هما راح يخدموا فيها. هما اصلا كل نفس ذائقه الموت يعني كل نفس كامل بحال هما غادي تبقى لهم ديما هذاك الشيء اللي خلى داك الميت غادي يبقى لهم ديما. سبحان الله يعني غلط غلط كبير وي غلط كبير صح سبحان الله. يعني الواحد ولينا نشوفوا صوالح بكري ما كانوش كاينين. ايوا باش يعني اللهف طاح اللهف شتي وخلق صح وخلق صح اللهف طاح كيما قلتي.
حاجه ما كتبقاتش البركه ولا البركه حاجه ما كتبقاش النفاق الرشوه النفاق هو اللي بقى النفاق والرشوه الكذوب الكذوب ولا لا اي والله لا يقبلنا الله هذه علامة الساعة على ما كان صح 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 الساعة الكبرى والساعة الصغرى صح رانا فيها صح وهذا الوباء والوباء الصوالح لا وداك الترعة في القرآن كاينة بيان سيغ الوباء الأوبئة ماشي وباء الأوبئة الأوبئة رانا في زمن الأوبئة زمن الأوبئة ورانا في زمن النفاق بيان تيخرج جوج هذيك علاش انا جاني الضب كتعرف اليوم انتم حق الله جوج وما جوج كيكذبوا واقيلا قلت جيت فلسطين خرجي واحد عنده عين وحده هذاك ماشي اجوج وما جوج هذاك الدجال ولا الدجال الدجال قال لك خرج قالوا خرج اسمعوا قال لك الدجال راه وحنا في سوجيات دخلنا في سوجيات لا فهي قلت السؤال ديال فاش قلت لك لا اسئله ديالك انت ديال الدراهم وي عرفت السؤال ديال عندك الوقت عندك ولا مره كاين اسئله اجتماعيه اقتصاديه بزاف سؤال لو كان كنت في المسألة من هضرنا على الدراهم تروح على الدراهم يعني ربي يعطيك ويعطيك هذا الامل ديالك شنو ديري لو كان عندك الدراهم بزاف لو كان يولي عندي دراهم بزاف ما نكذبش عليك انا طبطب بشويه دراهم وبزاف الصحه ولا قلت باش الله يبيه بصح لو كان جا عندي دراهم بزاف قال لك من بنى اللي بنى جامع ربي يبني له دار في الاخره ترى املي الجامع ولا جمعيه المساكنين يجمعوا فيها هذوك الناس اللي متشردين اللي تما شي دار ماشي دار جمعيه ان شاء الله وهذه امل ديالي انا يجمعوا فيها كاع دوك كل شيء المساكن ما نكذبش عليك راه تحب الصح انا راني عندي بروجي في راسي ديجا انا اطعم المساكين انا في بالي نطعم المساكين جمع انسان جاعان ولا شي حاجه يجوز من هذيك الجمعيه يا هذه اللي بغيت ندير انا بغيت هذا المشروع لو كان ان شاء الله ربي يرزقنا لو كان ربي يرزقنا ان شاء الله انا فقط يعني احلام يعني وكل واحد عنده دراهم واش يدير فيها بهم باش يصدق انا نبني جمعيه خيريه ونطعم فيها المساكين سورتو في رمضان المناسبات وانا هذا هو الامل ديالي ونحب نصدق لليتامى ونحب الصدقه نحب ان شاء الله ربي يكمل الحمد لله ربي يكمل كيما رانا وقادرين نصدقوا قادرين نعاونوا وقادرين الحمد لله غير بشويه غير بشويه ولا بغات صدقه يعني صغير الصحه طول على العمر حتى ديك الصدقه عاديه ما ابتسامه ابتسامه غير ابتسامه كتجعل فاطمة راهي عيانة شوية غدوة تخدم صافا في الخدمة تبا بيان تبا صافا الحمد لله صافا كاين بزاف المهاجرات اللي عايشين في الغربة في فرنسا بالذات وخدامات كيما انتيا انا نخدم بصح انتي غيماغ انا نخدم في الغيستوراسيون اشوف فاطوني ميسيون ولا يبعثوني دونك شفي تو باغي كديري لا كويزين ولا تو شفي تو لا كويزين لا ريستوراسيون اون بريبار نديرو كلش يعني عندك القاسم هذا ولا تخدمي غير بالنهار نو خطاتي دوك اون سيمان خطاتي دوك 3 جور سا دي بون تو بلاص باش زعما سي كو جو سوي با زعما فيكس بصح ماذا بيا لو كان زعما يعطوني خدمه تاع 3 موا على هادشي خير من نبقى ندور كامل باغي سي مرة تجيك الخدمه بعيده خطرات تجيني بعيده و عندك لافواتي ولا كاينه لافواتي Mais je préfère métro parce que le métro, c'est rapide. C'est rapide donc c'est la voiture qui fait la haïla fin de dérive. Voilà, exactement. Tu as le train, tu as le métro, tu as le RER, tu as le NAS. Cool, tu as le Fatima.
كولي 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 حتى تلقاي روحك. سمعتي؟ الحمد لله ما كنبغيش نكثر التلاوه. انا جيم با غروسيغ، على بالك نحب تكون عندي تاي نورمال. والله انا عارفه مالو طفى؟ ناقص كو لا لومينوزيتي جو سي با بوكوا. في الجزائر مساكن فلسطيني. الله ينصر اهلنا في فلسطين. كسكرا عربية؟ ما نقرا نقرا فاضي الجزائري الوطني. سريع القدس قصفنا موقع كوسوفي العسكري الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون. شتي نقرا؟ نعرف العربية وجيد العربية وأعشق العربية وأفضل العربية. أنا وغادي نشوفو الفرنسي اش كيقولو. كانت الرحلة ماني La paix impossible. هاي الشطيح. الحال تبدل. الحال راه مغيم ومسحب وشتيوا. و en France ils ont annoncé un début تاع 3 mois de chaleur. قال لك راح تجي واحد الصيف، واحد الصيفيه، واحد السخانه في فرنسا 3 شهور جايين. قال لك يزانونس واحد لا شالور. الله يجيب الخير وخلاص. هذا مكان بسلامه.